قابلنا مذكرات كتير، مذكرات طبية، مذكرات جندي من حرب ما، مذكرات سياسي أو مؤرخ أو حتى فنان مشهور. لكن مذكرات النهاردة هي مذكرات لمهنة مختلفة جداً. مذكرات النهاردة هي مذكرات أحد النشالين المصريين، وهو المعلم عبد العزيز النص. مذكرات. وزي ما هتنبهروا بالتفاصيل اللي هتعرفوها لأول مرة عن أدب مهنة النشل، هتنبهروا بالتفاصيل الدقيقة لوقت العشرينيات في مصر. دي مذكرات حكاها بالعامية المصرية عبد العزيز النص. ده كان واحد من النشالين المصريين، حكى قصته ومذكراته للصحفي والناشر حسني يوسف، صاحب جريدة أسبوعية اسمها لسان الشعب، اللي بداية صدورها كانت سنة 1924. المذكرات بتحكي سلسلة من المغامرات اللي عاشها عبد العزيز النص أثناء شغله كنشال، وإزاي كان بيتنكر في هيئة ولبس البشوات ويمثل إنه من علية القوم عشان يسرق من الأغنياء فلوسهم، وإزاي لما جمع اللي يرضيه قرر يتوب ويفتح دكانه الخاص كتاجر مرموق. المهم حسني يوسف هو اللي صاغ المذكرات الشهيرة مذكرات فتوة للمعلم أبو الحجاج يوسف اللي اتنشرت سنة 26 وحققت نجاح كبير. راح لحسني يوسف واحد وجيه كده وشياكة ومهندم وقال له: أظن حضرتك حسني فندي يوسف. أنا؟ أي نعم يا بيه، عالقوي. تعرف أنا جاي لك عشان إيه؟ لا والله، مش حضرتك اللي طبعت مذكرات فتوة للمعلم يوسف أبو الحجاج؟ أيوة سعادة البيه، أنا بقى محسوبك عبد العزيز النص. الحوار ده اتذكر في مقدمة مذكرات نشال، ومنه نفهم ان بعد نجاح مذكرات فتوة عبد العزيز النص راح للناشر عشان ينشر له هو كمان مذكراته، وده ترتب عليه انه في الطبعة الثانية سنة 27 وفي اخر كم صفحة من مذكرات فتوة اتعمل اعلان عن مذكرات جديدة وهي مذكرات نشال، واتكتب فصل واحد من مذكرات نشال في الصفحات الاخيرة كنوع من انواع التشويق يعني، واتكتب اعلان بيقول: اذا اردت ان تعلم ما تم لعبد العزيز النص من حوادث شيقة ومواقف مضحكة، فما عليك إلا أن ترسل عدد 6 طوابع بوستة من فئة 5 مليمات داخل خطاب بالعنوان الآتي: لسان الشعب بمصر، فيرسل لك نسخة كاملة من مذكرات نشال. أول طبعة للمذكرات كانت سنة 1930. لحد هنا الأحداث مترتبة وزي الفل. يجي بقى الكاتب أيمن عثمان في مقدمة كتاب مذكرات نشال اللي صدر سنة 2023 عن دار دون، ويرمينا احتمالية صادمة تلخبط كل حاجة، إن الكاتب لقى نسخة من مذكرات نشال مهداة من الناشر حسني يوسف للأديب الكبير توفيق الحكيم، وكاتب له عليها إهداء بيقول: المبدع الأستاذ توفيق بك الحكيم، أتشرف بأن أهدي قصتي. حسني يوسف، يوم 19 نوفمبر 1938. وده بيحطنا قدام احتمالية جديدة إن شخصية عبد العزيز النص دي تكون من وحي خيال حسني يوسف، بعد طبعا الاستعانة بالأرشيف الصحفي المتاح في الوقت ده عن النشالين في مصر. طيب، مكتوب على غلاف الطبعة القديمة: قصة انتقادية فكاهية تعطيك صورة عن أخلاق وعادات النشالين وحيلهم وأساليبهم في النشل، قصها بطل وقائعها المعلم عبد العزيز النص النشال المشهور على صاحب جريدة لسان الشعب وطلب منه نشرها. بغض النظر عبد العزيز النص شخصية بجد ولا خيالية، لكن المؤكد هو أن المذكرات بتدينا صورة واضحة عن أساليب النشالين وكواليسهم وعلاقتهم بزملاء المهنة، وإزاي كانوا بيعملوا ألعيب ومقالب عشان ينشلوا، وكمان عشان يخرجوا بسهولة من المشاكل والورطات اللي كانوا بيتورطوها. المذكرات مركزة على أدبيات مهنة النشل والخرافات اللي كانوا النشالين مؤمنين بيها، الامتناع عن النشل 7 أيام في حال حصول موقف شؤم، يعني لو كان هيتقفش وما تقفش لازم يبطل نشل 7 أيام لحد ما النحس يبعد عنه ويرجع تاني ينشل. المذكرات مكتوبة باللهجة العامية وكأنها قاموس موثق للعامية المصرية القديمة اللي كان بيستخدمها جدك وجدي، بالإضافة لأن الكاتب أيمن عثمان مجمع قاموس للكلمات القديمة الغريبة بمرادفها دلوقتي. المذكرات بتدور كلها في فترة العشرينات، كل شخصية مذكورة في الكتاب موصوفة من أول لبسها وشكلها وتصرفها عامل إزاي، وبالتالي بنعرف عن الأكل، طريقة الناس وتعاملهم سوا، عن الموضة، عن الترندات وقتها، يعني مثلا صدق أو لا تصدق، توت عنخ آمون كان ترند أوي وقتها، ترند في الموضة والسلع عموما يعني ترند في الشرابات، في البدل، في الكرافتات، في الشنط كده يعني. طب اشمعنى توت عنخ آمون؟ أقولك لأنه تم اكتشاف توت عنخ آمون سنة 1922، وبالتالي فضلت موضة لنص الثلاثينيات. غير قاموس المعاني الموجود في الكتاب، القسم الأخير من الكتاب الكاتب أيمن عثمان خصصه لنشر نماذج من القصص الصحفية الإخبارية اللي الصحف المصرية نشرتها لتحذير القراء من النشالين وحيالهم ومحاولة تعريفهم باللغة الخاصة
اللي بيعتمدها النشالين في شغله. يعني مثلا النشال الأساسي اسمه السهيرجي، ومساعده البلطاجي، والضحية اسمها الكروديا، وفي لقب اسمه التنبل، ده بيتقال على النشال المتطفل اللي بيستنى صاحبه ينشل ويروح يبتزه عشان يقسم معاه الغنيمة، ولو ما عملش كده يهدده انه هيفضحه، وغيرها بقى من المصطلحات المستخدمة وقتها في مهنة النشل. النهاردة هقرا لكم بالتفصيل من الفصل الثالث والرابع. خلينا الأول نقول إن النشال بعد ما تاب كان عاوز يرجع للنشل ومش عارف يتصرف، فقرر يسأل شيخ ويشوف هيقول له إيه. مذكرات. سحبته من إيده لحد ما وصلنا للبيت، قعدنا وجت القهوة، شربها وتعادل في قعدته وتنحنح كده وكح كام مرة وقال: إيه مسألتك يا ابني؟ المسألة يا سيدنا الشيخ إني حلفت يمين طلاق من بيتي إني ما عملش حاجة، ودلوقتي ضروري خالص عاوز أعملها، تقدر تقولي إيه هي؟ اتلخبط، أقوله إيه؟ إني عاوز أرجع للنشل؟ ما يصحش. نهايته قلت له إني حلفت إني ما اشتغلش مع عمي ودلوقتي ضروري لازم أشتغل معاه. هز الشيخ راسه وملس على دقنه الطويلة وبلع ريقه وقال: دي مسألة جعيصة، عاوزة تعب كبير، ولازم أفتش لك في كل كتب الفقه وأشوف لك ابن عابدين قال إيه، وملا مسكين أفتى بإيه، والإمام ابن جمر والرملي أشاروا بإيه، وأطلع على المدونة الكبرى بتاعت الإمام مالك، والتدوير ده يحتاج لتعب كتير وعطلة طويلة تخليني مقدرش أدور على معاشي كام يوم، راح تديني كام بقى على كده؟ وريته أني مستغرب خالص من طلب وأجرة على فتوى، وقلت له: إزاي بتطلب أجرة يا سيدنا الشيخ؟ هو أنت ما تعرفش أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيسأل على حاجة في الدين يعرفها ولا يقولش عليها المسلم يلجمه ربنا يوم القيامة بالجم من نار حمراء؟ أما غريبة قوي يا سيدنا الشيخ، هو أنا أقعد أعلمك بقى ولا إيه؟ فضحك ضحكة غصب عنه وقال: أقل شيء من الفلوس فيه ببركة منه. فمدت إيدي بربع ريال وغمست بيه، فظهر الانبساط على وشه وابتسم تماما وقال: والله انت يا ابني باين عليك ابن حلال، دلوقتي اهو افتكر لك فتوى عال وبسيطه خالص. نهايته وصلنا للبيت وفرشت لهم حصيره في الحوش وحطيت قدامهم الاكل والشرب، وطلعنا انا والشيخ واكلنا احنا رخين لما انبسطنا. بعد ما انتهوا الشحاتين من الاكل اديت كل واحد منهم قرش صغ وهو خارج، واديت للشيخ واحده حته بخمسه تانيه، تنه خارج هو وجيشه وكلهم عمالين يدعوا لي بالخير والسعاده وسعه الرزق. الفصل الرابع بقى المعلم رجع للنشل وبنشوف هل هيعرف يصطاد حاجة في أول يوم ولا لأ. فضلت ملطوع جنب الشباك يجي نص ساعة وكسور، إن التقي اللي عليه العين تبكي أبدا. قال لي عقلي: سيبك يا واد من الركنة دي، وعلى رأي المثل الرزق يحب اللحلحة، امشي لك شوية. ومشيت لحد ما وصلت سينما أمريكاني، أنا بقيت قدامه ولمحت حتة أفندي من اللي باين عليهم إنهم بيحوشوا، والصنف ده إحنا نعرفه في الحال ولا يخفاش علينا لأن ده كارنا. يمكن الواحد منا يقابل واد أفندي شيك قبها لابس بدلة ديفيس براين ولا ديليا ومنديله توت عنخ آمون طالل من جيب الجاكيتة القداماني وجزمته ملمعة نشوف فيها وشه الجميل المحنتف بالفتلة، وطربوشه الأحمر اللي رايح ياكل حتة من وشه. يقوم الواحد الغشيم إذا شاف بتاع زي ده يفتكر إن القبة فيها شيخ، يروح قطره، وبعد ما يطلع عينيه في مشي وقرف يضرب عليه يلتقيه أنضف من الصيني بعد غسيله، ويمكن واد كحياه غلبان زي اللي أنا قطعت عليه، يمكن يكون هو اللي فيه الخير والبركة. نهايته مشيت ورا صاحبنا شوية مليحة لحد ما وصلنا موقف الترماي بتاع المترو، راح واقف في وسط الزحمة، رحت جاي لابد وراه وفي حركة بسيطة قلبته ونشلت منه المحفظة وقلت: يا فكيك. ولمحت الترماي ماشي من جنبي، رحت متشعلق فيه لحد ما وصلني عند محطة باب الحديد، رحت نزل منه ومخرم على الجنينة اللي فيها تمثال خيبة مصر بتاع مختار، يمين وشمال ما لقيتش صريخي ابن يومين، رحت مطلع الأمانة من جيبي وقعدت على كرسي خشب مدغدغ كان محطوط هناك، وكان القمر في السماء مزهزه قوي ونوره اللي زي الفضة فارش على الدنيا ومنورها من أولها لأخرها. فتحت المحفظة وقلبي عمال يطقطق وأنا مقدر إني رايح ألتقي فيها بالميت 10-12 جنيه، أتاري نقبي جي على شونة فاضية لأني لقيت فيها بعيد عنكم وربنا ما يوريكم خيبة زي خيبتي، 3 ساغ مليم ونكلي وقرش خردة باروكة وحتة ساعة قديمة بنتك واقفة بقالها 6 شهور لو راحت سوق العصر ما تجيبش فرانك، وسبحة خشب تسوى 3 مليم وتذكرة عند البربري درجة أعلى التياترو. فعرفت ان بختي مقندل بنيله زرقاء وقلت لنفسي صدق اللي قال قليل الحظ يلتقي العظم في الكرشه.